انت راجل مسيحي قبل ان تكون راجل محاميا ولا ايه يا استاذ سعيد؟ لا يا فندم، انا مواطن مصري ومتمسك بالمدنيه والمواطنه، وحصلت على توثيق هذا الزواج امام المحاكم المصريه. يعني تنفي دور الكنيسه يا استاذ سعيد؟ لا انا ما فيش دور الكنيسه، بس من اراد اصلا زواج مدني والمواطنه و و و و وعندما تاتي سيره الكنيسه حضرتك بتبقى يعني تقول لا انا مواطن مصري، وتبتعد عن هذا الامر وهذا الحديث. تمام يا فندم. هل تنفي دور الكنيسه في هذا الامر؟ في الجواز المدني؟ اه انفي، لان انا اول حاجه لا بلزم الكنيسه بيه، ولا الكنيسه اصدرت بيان بانكاره من المجتمع، لكنها لا تعترف به كنسيا. انت بتعمل ايه؟ بتطبق القانون الكنسي. هو مش زواج يا استاذ سعيد. لا مش زواج بالنسبه لحضرتك. طب ممكن اسال حضرتك سؤال في الجزئيه دي؟ اه. هل هذا الزوج وهذه الزوجه مع كامل احترامي وتقدير لهم كبشر، هل يحق لهم التناول من الاسرار المقدسه كنسيا؟ لا. هل يحق لهم بس ممكن الاطفال ثمره هذا ثمره هذه العلاقه يا فندم؟ مش حضرتك، زواج ابدا مش حضرتك، ثمره هذه العلاقه هيتم تعميدهم في الكنيسة؟ اه يعني بعض. اه طبعا. بناء على ايه؟ لا بناء على ايه حضرتك؟ مش كنيسه حضرتك، حضرتك ما تتكلمش وما تدخلنيش في الاطار الديني يا استاذ كرم. مش زواج كنسي. ليه حضرتك؟ ازاي الكنيسه تعترف بثمرة هذا اقول لك انا هذه العلاقه؟ لا اسال حضرتك في موضوع ان الاولاد معترف بيهم ولا لا. الاولاد لا يسالوا عن اخطاء والديهم. نفترض ان هم اخطاء. حضرتك اعترفت انه اخطاء. حضرتك بتعترف انه خطا. كنسيا طبعا ده خطا. فانا عاوز اقول لحضرتك حتى يا فندم، حتى ابن، يعني لو في ابن يعني ملوش اب، ابن زنا يعني ما يعرفوش ابوه مين، فبيمارس الطقوس الدينيه، فارجع للمبدا المبادئ الاساسيه اللي هي شخصيه العقوبه. نفترض ان في عقوبه كنسيه هتوقع، وعلى فكره الكنيسه لا قالت هنوقع عقوبه ولا ما نوقعش الى هذه اللحظه.